بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اليوم يا أخوتي بنوجه نداء لكل ليبي حر، لكل ليبي وليبية، لكل مسؤول في ليبيا. أنا حالتي محمود الدليح كالآتي: طلعت من ليبيا انصبت يوم تاني يوم العيد في انفجار لغم كلكم تعرفوه. طلعت من دولة تركيا، من ليبيا لدولة تركيا. استقبلوني اللجنة وحطوني في المستشفى وبارك الله فيهم. قعدت حالتي ماشية قع على أساس إن كل مرة يجوني بنسفروك غدوة أو بنطلعوا بيك لدولة ألمانيا أو غدوة بنرفعوك لروسيا لإسبانيا أو غدوة لبيلاروسيا. أصبر حالتك قاعدة ما تسمحش للسفر. فقعدت في الكلام ويمشوا فيا ويجيبوا فيا بالدواء فقط، ما ريتش منهم فعل، ما ريتش من جاني وركز أخطأ من الدكتور إبراهيم العزابي اللي يمشي ويجي عليا متابع حالتي فقط وما في يداش حيلة، ما في داش حيلة. قصدي يا ناس راو حالتي وحالة جرحى واجدين، جرحى هلبة زي حالتي. رانا نعانو، رانا نعانو في تركيا يا ناس، يا توار يا حرار يا خوتنا اللي كنا في التبة كتف بكتف، يا أمراء المحاور، يا سيادة اللواء محمد حداد رئيس الأركان. راهو حالتنا متأزمة، راهو اللي حاطين هم هنا المسؤولين ما هم مش قد المسؤولية، راهم مش قادينا. يا أخي أنت لما تجي تدوي معاي وتقول لي والله مسكرة من غادي، أطلع دير موقف ويدوي وقول لي غادي مسكرين واللي غادي مدايرين، أنت متبررش تبرر في موقفك قدامي فقط، يعني أنت ماكش مزبوط. رانا أولاد عيلة، أولاد ناس، ورانا أبهات وأمهات يشبهوا فينا، اتقوا الله فينا يا ناس. يا أخي حتى الغرفة توصلت مع اللجنة على الأكل والشرب في المستشفى، ما فيش أكل وشرب كويس. قلت لهم نبي غرفة مرافق معاي وليد ولد عمي على أساس يمشي، ومعاي مريض شخص تاني هنا يمشي يطيبون نفاها. عيانا من مصروف، والواحد حتى المصروف مصروف راهو من البو والأم يبعتون، راه الدولة مقصرة معنا بشيء لا يوصف. دار نطيبون فيها ويجيبون المصحة وماشي أمورنا. نتفاجأ أمس أم بكري بأنهم هم يسكروا علي الدار. شن السبب؟ علاش سكرتوا علي الدار؟ دار حتى ماكلة وشراب خشتوني فيها. يا توار يا حرار، أنا ناشط في الشعب الليبي بصفة عامة. يا أخوتي يا مسؤولين يا مجلس الرئاسي، شوفوا لحالنا، رانا عيانا، رانا فدينا، راو الجرحى حالهم كل يوم التالي، راو حالنا واقف مع الناس شيء ما مش فاهمين راسنا من رجلينا. فهمونا وصلونا لحل، بالله يستر عليك، يا اما قولونا خنروحوا لليبيا ونموتوا فيها. وبارك الله فيك، وبالله يا ريت صوتي يوصل لكل الليبيين، يا ريت يا ليبيين تسمعوا صوتي، هذا الصوت جريح من هالبجرح، راه الجرح يعانوا، راه والله يعانوا. السلام عليكم ورحمة الله.